السلام عليكم، مساء الخير. أنا لسه في الطريق ل كوالا بارليز، طوالي سماك. مفروض منها أركب فيري لكاوي الجزيرة. خلينا نشوف الشارع ده، هم معبدة، في حتات فيها مرتفعات بيكون في سلالم بتطلع لفوق، في الجبل هناك. الأشجار دي عالية جدا لأنه يناسب القصف في الدور الثاني، وده اللي حسن حظي عشان أشوف المكان كويس، لأنه كل ما أشوف ارتفاع الأشجار دي بالطريقة دي. نفس الحكاية، القطر قصدي، القطر برضه مكيف وفيه شواحن بالجهات هنا في القطر، وفي قطارات جديدة دي فيها واي فاي جوا القطر، فزلم حس بالتعب. بس المقعد اللي أنا هسه قاعد فيه ده فيه ممكن ترجع لورا، دي حاجة عادية، لكن في الحركة بتاعت إنه كده بيبقى زي الكرسي بتاع الولاد، لازم تكون قاعد قاعدة مريحة جدا. يعني عالجة من الطبيعة دي كيف، سبحان الله. بعدين لبلد يعني أمطار طول السنة، فيها أمطار غزيرة في شهور معينة، فاستفاد جدا من المسألة بتاعت قطاع الخضر ده، حافظوا عليه شديد. يعني الشارع نفس الحكاية بجوا قدام، قصدي الشارع بالظبط كده، عامل كده جهتين.
السواق اسرع شويه، فهيكون صعب انه اصور المناطق دي شويه. قبل ما اختم هنشوف اخر حاجه مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.